ندخل لتطبيق سكتشوير، نقوم بإنشاء مشروع جديد، مثلا نسمي سوايب، تابعوا معي الشرح فقط بسيط. نقوم بإضافة اللينير ايج ونعطيه في الطول مثلا 100، ونضيف لينير ايج آخر. نقوم أصلا أولا شيء بالصفر في الحشوة، ونقوم بإضافة اللينير ايج آخر، ونقوم بوراب كونتنج، ونقوم أيضا بإضافة لينير ايج آخر ونعطيه في العرض 200 هكذا، وفي الطول ميتش بارنش هنا، وفي الطول ميتش بارنش نعطي اللينير 4، نسميه مثلا باك لاي اوت، واللينير 3 نسميه الفون او الفاون لاي اوت هكذا. نعطي اللون البنفسجي وهذا اللون الأحمر فقط أمثلة. كن أنت ذكي وأضف أشياء من إنشائك مثلا أو من دماغ. نقوم هنا بإضافة صورة شاهين على سبيل المثال، هنا سنقوم بسنتر فيرتيكال، هذه الصورة ستكون في سنتر، هنا سنعطي الصورة 30، هنا 30، هنا ايضا احاول ان اسرع في الفيديو كي لا يكون طويل، فهذا شيء غير جيد، ونعطيها الفيت سنتر ايضا. هنا ايضا سنقوم باضافة صورة و تكست فيو، صورة و تكست فيو، وهنا سنقوم بسنتر فيرتيكال، هنا ايضا فيت سنتر للصورة، و30 هنا في العرض، 30 في الطول ايضا. اتمنى ان يكون الشرح واضح. هنا سنعطي حجم النص مثلا 20، وفي سنقوم مثلا نسميه اليوزر نيم، اليوزر نيم هكذا على سبيل المثال، ونقوم في الفون لاي اوت باعطائه في العرض ماتش بارج كما ترى. اسف، نعطيه في العرض ميتش بارنش كما ترى. نذهب للحدث بعدها، نذهب للمزيد من الكتل، وانا بعدها شيرد مور بلوك، نكتب في البحث سوايب، احاول ان اسرع لذلك اعذروني، سنبحث، ستظهر معنا العديد من الاختيارات، لكن سنحمل هذا سوايب لاي اوت من طرف ايرور 404، هذه التي سنحملها. بعدها نضغط على داونلود، ننتظر قليلا التحميل، ونضغط على داونلود، هذه هنا في الاسفل داونلود، ننتظر حتى يتم تحميل البلوك. نسمي مثلا السويب هكذا، مثلا على سبيل المثال سمي انت مثلا تريد، بعد التحميل نعود نذهب للنشاط اون كرييت، ونضيف كتلة إضافية، نضغط على هذه امبورت فروم كوليكشن، ونضيف السويب الذي قمنا بتحميله هكذا. بعدها تحديد،
سنقوم بإضافتها. ركزوا معي هنا جيدا، هنا سنقوم بإضافتها. هنا في الفيو الأول سنضيف فون أيهاوش تحديد، وهنا باك أيهاوش، هنا سنقوم بإضافة الباك أيهاوش. سنذهب سنقوم أول شيء إضافة الصور، نسيتها آسف، سنقوم بتحميل الصور. سنذهب للأستوديو هكذا، قمت بتحميل بعض الأيقونات فقط للشرح. هذه الثلاث أيقونات، نسميهم مثلا، نقوم بحفظها. هنا سأضع الصورة الأولى هذه مثلا، وهنا الثانية، وهنا سأضع هذه. لكن يجب أن يكون الفون لاي اوت بالماتش بانج، وهذا كل ما في الامر. وسنقوم والان سنقوم بتجربة التطبيق ونضغط على تشغيل. الآن نجرب التطبيق أمام أعينكم، كما ترون النتيجة صراحة ميزة جميلة. فقط هنا الألوان لم تعجبني الألوان، قم أنت بإضافة الألوان، ألوان متناسقة وأيقونات بحجم مناسب. وهذا كل ما في هذا الفيديو. المهم أصدقائي، أتمنى أن الاشتراك في القناة، وصراحة أريد أن أصل ل 100 اشتراك في أقرب وقت إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أتمنى أن يعجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك، وانشروا هذا الفيديو في المجموعات، على مجموعات سكيتشوير على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.